إدمان بس من نوع مختلف. منو من عندنا ما يحب يفرقع أو يطقطق بالعامية نايلون التغليف؟ وهالشي يخلينا نحس بالراحة والمتعة، وصوت الفرقعة يخلينا نسترخي أكثر من صوت الموسيقى. بس يا ترى شنو السبب اللي يخلينا نحس هيك؟ خليني أصدمكم، الموضوع أشبه بتعاطي المواد المخدرة. نعم بالتأكيد، ببساطة لأن عقلك راح ينشغل بالفرقعة ويتجاهل كل شي ثاني يحيط بيك، مثل القلق، المشاكل، التوتر، تأخر الرواتب وغيرها. وهالشي راح يخلي دماغك يفرز هرمون الدوبامين، الهرمون المسؤول عن إحساسك بالسعادة والراحة والنشوة. وهالشي نفس إحساس المتعاطي. ومجرد ما تخلص فرقعة آخر فقاعة راح تكون محتاج نايلون بعد. اديني الحقنة بسرعة، أرجوك محتاجة الجرعة. لأنك راح تفقد الإحساس بالنشوة وعقلك يرجع يركز على أشياء أنت ما تريد تفكر بيها، وهالشي راح يخليك تحس بالملل. شاركونا بالتعليقات، هم تحس عقلك مسلطن من تفرقع النايلون؟